بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وأصحابه. لقاء جديد في سلسلة خفايا عالم، نبحر ونغوص في عالم إبليس الخفي، هذا الكائن الذي أرسله الله كوسيلة لاختبار عباده. الشياطين موجودة أيها الأحبة على هذه الأرض أو في هذا العالم لهدف أن تختبر قوة إيمانك، لأن الدنيا كلها عبارة عن اختبار. الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يعني هذا سؤال مهم أيها الأحبة، ينبغي أن نتفكر فيه. لماذا أنا موجود في هذا العالم؟ لماذا أنا موجود في هذه الدنيا؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليختبر قوة إيمانك. لابد من أجل أن يكون هناك اختبار حقيقي أن يكون هناك الخير والشر، وأن تعطى حرية الاختيار بشكل كامل. يعني من عدل الله تبارك وتعالى أنه أعطى حرية الاختيار للإنسان، وهي الأمانة، سماها الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هربوا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا البحر أيها الأحبة، وهذه الريح التي تصنع هذا الموج، ووجود هذه الشمس كقوة محركة لدورة الماء والاستمرار الحياة على الأرض، كل هذه الكائنات ليس لها حرية القرار. لا يستطيع موج البحر أن يقول اليوم لن أعمل، أو الشمس تقول اليوم لن أبث شيئا من الضوء والحرارة. هذه مخلوقات مسخرة لك أيها الإنسان، رفضت وأشفقت من حمل الأمانة، يعني اتخاذ القرار، ولكن الإنسان حملها لأنه ظلوم، ظلم نفسه وظلم غيره، جهول، يجهل ما الذي ينتظره فيما بعد. لذلك أخي الحبيب، نظام الكون يقوم على البلاء والاختبار. طيب، هذه المعلومة مريحة جدا بالنسبة لأي إنسان يعيش على هذه الأرض. يعني كل إنسان يمر بمصائب، بامتحانات، بكوارث، بصعوبات، يتعرض لسرقة، يتعرض لظلم، يتعرض لأذى، يتعرض لضيق في رزقه، في عمله، يتعرض لمضايقات ممن حوله. طيب، أنا إذا كنت سأفكر بكل هذه الأحداث وألوم نفسي وألوم هذا، وأدرس كيف سأعالج هذا الأمر، وأدرس كيف ماذا سأفعل هنا، وأمضي حياتي هكذا دون أن أعلم أن هذه ابتلاءات المطلوب مني أن أصبر عليها لأفوز برحمة الله، لأنجح في اختبار الدنيا وأحظى بنعيم الآخرة. إذن أخي الحبيب، عندما تدرك أنك موجود في هذه الدنيا من أجل الاختبار، فصدقني لن تبالي بأي شيء يحدث معك. أعظم المشاكل سوف تستصغرها وتختفي من دماغك تماما.
كل مشاكل الدنيا لن يصبح لها أي قيمة إذا علمت هذه القاعدة، أنك في حالة اختبار، وأن إبليس هو محور هذا الاختبار، هو محور الشر. إبليس، فإبليس في حالة صراع معك. طيب، هذا الكلام قد يستغربه البعض، ولكن أنا كل كلمة أقولها أستند فيها إلى القرآن العظيم. يعني إبليس في حالة صراع معي ومعك، وكل يوم يحاول أن يطغيني ويطغيك ويطغي أكبر كمية من البشر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول عن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ إبليس والشياطين. الغرور هو الشيطان. طيب، آية ثانية، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمر غريب، اتخذوه، يعني أنا يجب أن أعمل وأبذل جهدي لأتخذ هذا الكائن الذي هو الشيطان، أتخذه عدوا لي. طيب، أنت إذا أردت أن تتقي شر اللصوص عليك أن تدرس أساليبهم في السرقة لتحمي نفسك، لتؤمن نفسك. يا أخي، إذا كان لديك تطبيق وفيه كلمة سر، حساب على فيسبوك أو يوتيوب ولديك كلمة سر، فإنك تسعى لتأمين هذا الحساب ضد الهاكرز أو المخترقين، وهذا الحساب يعني لن يحدث شيء إذا تم اختراقه، قد يتسبب ببعض الضرر ولكن لن تموت يعني، ولن يدخلك جهنم. أما إبليس، إذا لم تتقي شر هذا الكائن سيأخذك معه إلى نار جهنم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال أيضا لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن أخي الحبيب، القضية خطيرة هنا، ليست قضية تهكير حساب أو كلمة سر، لا، أنت هنا أمام مصير حقيقي، يجب أن تحذر أساليب الشيطان، يجب أن تحذر أساليب هذا العدو الخفي الذي لا تراه لتتقي شره. فعندما تدرك أن الله عز وجل وضعه، أي الشيطان، ليختبر قوة إيمانك، إذن أصبحت القضية واضحة. الشهوات والفواحش وأكل الربا وعقوق الوالدين وكل الكبائر هذه إذن أساليب لهذا الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان، يستحوذ عليك فينسيك ذكر الله أولا، ثم يزين لك صنع الفاحشة وصنع المعصية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا الشيطان مهمته أن يزين لك سوء عملك لتراه حسنا. يعني إنسان يأكل الربا، يأتي الشيطان ويقول له أنت على الحق، انظر كم ربحت اليوم، انظر كم كسبت اليوم، انظر يزين له هذا العمل، وهو لا يعلم هذا المسكين أنه يقوده بهذا العمل إلى جهنم ثم يتخلى عنه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، يتخلى عنك. هذا هو الشيطان، يوقعك في المعصية ويقذف بك في نار جهنم ثم يتخلى عنك.
إذن أخي الحبيب، ثقافة البلاء مطلوب منا أن نتعلمها، أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف وغاية، وخلقنا لحكمة عظيمة. هذه الحكمة هي أن الله يحب لنا الخير، وأراد لي ولك الخير، وأراد أن يدخلنا جنات النعيم، أكرمنا بنعم، سخر لنا كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل شيء مسخر لك أخي الحبيب من أجل أن يمتعك برفاهية عالية في هذه الدنيا. سخر لك نعمة البصر، نعمة السمع، سخر لك نعم كثيرة جدا لا تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، يظلم نفسه ويكفر، أي يجحد، ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما أعلم أن إبليس هذا هو ابتلاء وهو عدو وموجود قريب مني، أبدأ منذ هذه اللحظة بالحذر منه، أحذر نفسي ومن حولي. إذا دخلت إلى بيتي أذكر الله، أقول السلام عليكم، ألقي السلام دائما، لأن إبليس يكره السلام. دائما يجب أن يكون لساني رطبا من ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، أقرأ القرآن، قل هو الله أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستعيذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا اللسان يجب أن يكون دائما مشغولا بذكر الله، وهذا هو حال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. يعني ارجع إلى سيرة النبي الأعظم، كل حياته ذكر لله. أتحداك أن تأتيني بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويتأمل ويلهو ويتكلم بكلام من شؤون الدنيا لساعة مثلا. كل أحاديث النبي باتجاه الآخرة، كل أحاديث النبي تحذرنا من الدنيا، إياكم. هل تريد أهم من هذا الحديث؟ إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم والكذب، أحاديث كثيرة جدا. فكل حياة النبي كانت هي القرآن وهي ذكر الله. لذلك كان هذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن إبليس، حتى إن الله أعانه على شيطانه فأسلم على قرينه. فإذن أيها الأحبة، لماذا لا نقتدي بهذا النبي الكريم؟ ثم إن ذكر الله أمر ممتع مريح للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره، وأن يقينا وإياكم شر الشيطان وشركه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.